مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات برنامج أحوال الناس. أحب أوجه تهنئة أولا من القلب لعيد الشرطة والجيش والقضاء. كل سنة وإحنا دايما في أمن وأمان، كل سنة وإحنا دايما إيد واحدة متمسكين ببعض في استقرار. كنا طبعا شايفين الأيام اللي فاتت من كام سنة ما كناش في استقرار ولا كنا في أمان، وكنا الدنيا متبهدلة خالص. الحمد لله ربنا كرمنا وبقينا في أمن وأمان. فكل سنة والجيش والشرطة والقضاء دايما في أمن وأمان. ثانيا أحب أوجه تهنئة للمهندسة نوسة الفيشاوي على إشهار الجمعية، واسم الجمعية أخلاقنا الحميدة. وأحب أوجه الشكر للأخ والصديق المهندس أحمد عبد العزيز الدبة صاحب مصانع الشمس للأعلاف لوقوفه بجوار مركز كفر الزياد محافظة الغربية. للتواصل طبعا عبر البرنامج بتاعنا عبر برنامج أحوال الناس بعد الانتهاء من الحلقة، تواصل عبر تليفون وتليفونات أكيد محطوطة دلوقتي على الشاشة عندنا. بس أرجو من كل متصل عندنا أو كل امرأة هتسمع الحلقة بتاعتنا بعد البرنامج على طول. وفي مفاجأة أستاذة هند النوبي عاملها لنا هعرفكم بيها دلوقتي. أهلا وسهلا أستاذة هند، أخبارك إيه؟ منورة برنامج أحوال الناس وقناة صحة وجمال كلها والله أستاذة هند. طبعا زي ما أنت قلت لنا في مفاجأة كويسة قوي، بس ده كله هنوه بيها بعد إيه؟ التدبيسة دي. تدبيسة أي تدبيسة؟ تدبيسة. بس بعد الحلقة، صح كده؟ تمام. النهارده موضوع الحلقة بتاعتنا يا فندم النفقة الزوجية. في مشاكل كتير قوي في الأسر، وفي زوجات كتير مش عارفة تاخد حقوقها أو تروح لمين أو تعمل إيه. فدورنا بقى أو دور حضرتك إن حضرتك تقول لنا إزاي تتوجه من الألف للياء. أول سؤال بيتسأل لي كتير جدا جدا وجالي امبارح عبر الفيسبوك برنامج، وثواني أنوه عنه، عبر الفيسبوك برنامج أحوال الناس صوفي إيهاب، ده الفيسبوك. والتواصل برضو عبر الواتساب للرقمين الموجودين على الشاشة حاليا. في أسئلة بقى يا أستاذة هند، نرجع تاني لموضوعنا. إزاي أخد حقوقي من زوجي؟ فلمن تستحق النفقة أولا يا أستاذة هند؟ تستحق النفقة للزوجة، تستحق النفقة للأولاد، للوالدين والأقارب. هنقف عند حتة الأقارب ديت. هتقولي مين الأقارب؟ هقول لك الأقارب دي ممكن بنت الأخ لو الأخ متوفي ومفيش عندها معاش، فمن حقها انها ترفع لعمها، وممكن برضو الحفيد لو الاب متوفي فمن حقها انها ترجع لجدها. يعني لو ام والاب متوفيين ممكن البنت تروح ترفع دعوة على جدها لو جدها أولاً متواجد. بس لو كان عنده معاش، بس ما اظن ما عندوش معاش. لو جدها مش متواجد بترجع للعم. تمام. طب اي عم او فئه اي عم ولا عمامها لو كان عندها اثنين او ثلاثه او اربعه؟ حسب قدر كل شخص بقى، على حسب الاولى. يعني القصد هي بترفع على حسب على عمامها كلهم ولا عم واحد؟ لا عم واحد. تمام. اللي هو الاولى اللي هو من يعني ما يسر الحال. تمام تمام. دي بالنسبه لمن تستحق النفقه، يبقى الزوجه اولا وبعد كده الاولاد والوالدين والاقارب. تمام تمام. ما انواع النفقه الزوجيه بقى؟ ندخل في الزوجيات، لان الزوجيات دي بقى ما اقولكيش يمكن هي المشاكل اللي زي ما اتكلمنا من اول نقطه. البنت اللي ترفع نفقه على عمها او جدها او اخوها دي ممكن تبقى بسيطه شويه؟ لا، هي النفقه كلها مش بسيطه او حاجه، هي بتقدر على حسب دخل الزوج او دخل الاب لو كان اب او زوج. هي بتقدر على حسب دخله، ده رقم واحد. رقم اثنين، هي انواع النفقه، في نفقه بنوعيها او نفقه بانواعها الثلاثه، وهي بتشمل الغذاء والكسوه والمسكن. تمام. ده للزوجه يا فندم؟ للزوجه وللاولاد. تمام. في بعد كده بيليها بعد كده عندك نفقه بدل فرش وغطا، في نفقه مسكن لو هي النفقه مش طالبين نفقه مسكن مع النفقه. انت بتبقى الاول بتطلبي نفقه زوجيه بنوعيها، دي ما بتبقاش من ضمنها نفقه المسكن. بعد كده ممكن دي لوحدها ودي لوحدها. تمام. وفي عندك بدل فرش وغطا، وفي بعد كده في مصاريف علاج. في نقطه بس عايزين ننوه عنها، ان نفقه المسكن بتبقى في حاله اجر مسكن، اجر حضانه في حاله الطلاق. ده بالتاكيد ولا في غير كده اصلا؟ يعني انا لو لا في حابه ان انا في التنفصل عن زوجي. تمام. لو معاكي اطفال ومعاكي صغار فمن حقك ان انت ترفعي اجر مسكن واجر حضانه. ولو ما معيش معاكيش؟ لا مش من حقك خلاص، انت لو انفصلتي خلاص، احنا بنتكلم في حاله الطلاق.
لو انت على ذمته انت من حقك مسكن الزوجيه. قصدي لو ما معيش استاذه هند، لو ما معيش اطفال، لو ما معكيش اطفال وحابه ان انا اطلق، مش من حقي ان انا ارفع. لا مش من حقك مسكن خلاص، مش من حقي مسكن. لا لكن من حقي حاجات تانية كتير. من حقك النفقه بقى في حاله، احنا هنتكلم في حاله ان انت لسه على ذمته. تمام. في حاله انت لسه على ذمته فانت من حقك النفقه الزوجيه. النفقه الزوجيه بتشمل الكسوه، الغذاء، المسكن، بتشمل بدل فرش وغطاء، مصاريف العلاج. ولو ده كله للزوجه، ده كله للزوجه. تمام. ولو في المستوى اللي هم عايشين فيه عندها خادمه، من حقها كمان تطلب اجر خادمه. بس ده لو عندها خادمه وهم عايشين، لو هم مع عايشين بعض بنفس المستوى ده. تمام. لو هم عايشين بنفس المستوى ده وعندها خادمه، فمن حقها انها تطلب اجر خادمه كمان. تمام. طب بالنسبه للاطفال، بالنسبه للاطفال نفس اللي بيصير على الزوجه نفس اللي بيصير على الاطفال. طب هي بتبقى نسبه، يعني انا زوجي مثلا ميسور الحال. تمام. عنده شركات ومصانع. ازاي اقدر اقول للمحكمه او اقول للجهه المختصه ليها ماشي ان زوجي يملك مبلغ وقدره، وازاي اعرف انا كزوجه او كمطلقه ان نفقتي هتبقى بنفس المستوى اللي انا كنت عايشه بيه او لا؟ ده بيتم عن طريق التحري. لو احنا عندنا كذا نوع من انواع اثبات النفقه. تمام. لو الزوج موظف عام، هنتكلم دلوقتي على الفئه البسيطه. لو هو موظف عام فانت بتروحي في الجلسه بيديكي جواب تحري من السكرتير، في الجلسه بتتاجل للتحري. التحري ده انت بتروحي تاخدي الجواب من السكرتير، بتروحي توجهيه لجهه العمل، بيديكي مفردات المرتب بتقدميها في الجلسه، بيتم عن طريقها النفقه بتاعتك. تمام. ده بالناحيه يعني انا كزوجه انا اللي بثبت. بتثبتي عن طريق جواب التحري، بيوجه الى جهه العمل. بيجيب منه عن طريق مفردات المرتب. تمام. بالنسبه لو هو شغله غير معلوم او مش موظف حكومه. تمام. او عنده شركات والكلام ده كله، انت بتروحي بيبقى عن طريق تحري اسم، بتاخدي جواب تحري موجه للاسم، والاسم بيثبت ان هو مثلا يمتلك شركات، يمتلك مصانع، يمتلك محل تجاري، يمتلك دخله مثلا حوالي كذا في الشهر، على حسب هو بيتكتب كده في التحري. في زوجات وعلى كتير. هذا الاساس بيتم تخصيص النفقه بتاعتك برضه. في زوجات كتير طلعوني سالوني امبارح عبر الفيسبوك عندي، انا حابه ان انا اتطلق. في منهم لديهم اطفال وفي منهم لا. بس اتصرف ازاي او اروح لمين؟ اول خطوه الست تاخدها بعد انفصال تفكيريا من الطلاق، ايه الخطوه اللي تاخدها؟ بعد ما تتطلق ولا قبل ما تتطلق؟ يا حبيبتي انا دلوقتي انا خلاص انا حابه ان انا اتطلق من زوجي. تمام. اتصرف ازاي؟ اروح لمين اولا؟ لان النقطه دي ناس كتير قوي بتسال عنها. تمام. اي جهه اتحرك ليها او اعمل ايه؟ هي لو هي هترفع عن طريق دعوه طلاق، الطلاق في طلاق للضرر، وفي طلاق في على وهي خلع. ده لو احنا هنتجه للطريق اللي هو المحاكم. تمام. هي ما تتجهش لطريق المحاكم. وساعات في ناس كتير بتخلص بالود، وان هم بيتفقوا مع بعض على الاتفاقات، بيبقى ليها نفقه زوجيه قبل الطلاق. لو هي خلاص اتفقوا ان هي نفقتها محدد لها مثلا على سبيل المثال 1000 جنيه في الشهر. تمام. على سبيل المثال هو ال 1000 جنيه دي بيتحدد منها نفقه العده، هي لها 3 شهور بعد الطلاق نفقه عده، وليها نفقه متعه 24 شهر. بيرجعوا لها باثر رجعي قصدك يعني؟ لا مش باثر رجعي، هي خلاص اتفقوا بالفعل على الطلاق وهيتطلقوا. فايه هي حقوقها؟ هي حقها نفقه العده 3 شهور، نفقه المتعه 24 شهر، مؤخر الصداق، دي حقوقها اللي هي ليها بعد الطلاق. تمام. ده لو ما معهاش، لو هو حابب ان هو يطلقها. لو هي مش هتاخد الكلام ده كله، حابين ان هي تستمر، هي من حقها لو هي على ذمته نفقه الزوجيه. هتاخد نفقه الزوجيه. هي رفعت نفقه الزوجيه. تمام. وهو رفض ان هو يديها اي نفقه، واتحكم لها بنفقه الزوجيه. ده السؤال بقى، ان في ناس كتير السؤال ده بيتردد قدامي كتير، يقول لك انا اتحكم لي بنفقه زوجيه، واتحكم لي بمبلغ 1000 جنيه في الشهر، او اتحكم لي ب 2000 جنيه في الشهر، بس انا مش عارفه انفذ. مش عارفه تنفذه يعني مش عارفه تاخد الفلوس، صح كده؟ انا اتحكم لي بال 2000 جنيه كل شهر، بس انا مش عارفه انفذه. في الظرف اللي زي ده ايه الصح اللي احنا نعمله؟ الصح او إيه؟ احنا عندنا 5 طرق للتنفيذ. تنفيذ النفقه بيبقى ليها 5 طرق، انت ليكي مطلق الحريه، انت تمشي في الاتجاه اللي انت عاوزاه. اول طريق وهو لو واسهل طريق هو لو موظف حكومي، بيسهل علينا الدنيا. لو هو موظف حكومي معروف عمله، بيسهل على المحامي نفسه، صح كده؟ بيسهل على المحامي او الموكله. في ناس كتير على فكره بترفع دعوه بنفسها. يعني انا لو خدت الخطوه ديت الصح ان انا اتجه للمحامي. تمام. بتاعي، صح؟ تمام. انت تمام. لو ولو ما عنديش محامي نروح للاستاذه هند عبر برنامج احوال الناس ان شاء الله. طبعا.
في لو انت عاملاها في برضو ناس كتير بتروح بشخصها بترفع على فكره دعاوى الاسره ديت كتير جدا من غير محامي او من غير محامي. طب ازاي دي؟ اجراءاتها بسيطه وسهله. هي بتخلص في جلستين او ثلاثه بالكتير. تمام هنقول برضو اجراءاتها ازاي بعد ما نخلص النقطه بتاعه التنفيذ. تمام. انت عشان تنفذي النفقه عندك خمس طرق. اول طريق لتنفيذ النفقه الطريق لو هو موظف عام فهو سهل عليك الدنيا جدا. لو موظف انت بتاخدي الصيغه التنفيذيه اللي انت استلمتيها. وبرده عاوزين ننبه لكل ست عشان في ناس ما تبقاش عارفه قيمه الصيغه التنفيذيه دي ايه هي. اكيد طبعا. الصيغه التنفيذيه دي هي بتطلع مره واحده فقط لا غير. ده حكم بيطلع مره واحده، ده الحكم اللي انت بتنفذي بيه. فكل واحده تبقى عارفه قيمه الحاجه اللي في ايديها وتبقى مهتمه بيه قوي وما تبقاش ايه مهمله فيه. تمام. حكم الصيغه التنفيذيه دوت انت بتروحي بتسلميه في جهه عمل الشخص المدعي عليه. بتسلمي الصيغه التنفيذيه بعد كده بيتخصم من مرتبه الحكم اللي هو محكوم لك، يعني محكوم لك ب 2000 جنيه او محكوم لك ب 1000 جنيه بيتخصم من مرتبه ال 1000 جنيه وبينزل لك في حسابك وتكوني انت عامله حساب. بتبقى نسبه يا استاذه عامه يعني؟ لا هو دي بتبقى سلطه تقديريه للاودي. وعامه يعني هم هو اللي بيحكم. هو بيحكم على حسب الدخل. وعامه هو ما بيزيدش عن في نسب معينه الاودي ما بيزيدش عنها. يعني مثلا لو الزوجه بس اللي رافعه يبقى ليها نسبه، لو زوجه واولاد ليهم نسبه، لو اكتر من زوجه يعني على حسب. مثلا لو الزوجه بس بيبقى 25%، لو الزوجه والاولاد ممكن تبقى 50%. لو الزوجه والاولاد 50% ممكن يتخصم. ممكن يتحكم لهم بال 50%. تمام. بس ما بيزيدش، يعني ما ينفعش يخصم من مرتب الزوج اكتر من 50%، لان لو خصم له باكتر من كده هيقول لك انا مش رايح الشغل. طبيعي يعني يقول لك انا مش هشتغل، اقعد في البيت. طب نفترض راجل متزوج اربعه. تمام. هيتحكم والاربعه. اما هقول لك بقى هو يعني 25 و25 و25 و25. لا هو برده القاضي هيحكم في حدود ال 50. يعني هو بيشتغل اللي هو الوطن اصلا. لا يعني لا مش هيروح بقى. مش ومش من حقك كمان انت تحكمي. احنا هنتكلم في كده بقى. انت ممكن تحكمي يبقى عندك كذا حكم ما تنفذيش بطريقه واحده. ما دي بقى الحاجه الجميله اللي احنا عاوزين نعملها. طب ماشي. اتحكم اول مره. اتحكم هقول لك وتاني مره وتالت مره. فاهماني؟ في الشغل لو انت ولا بيقلل قصدك؟ لا لو هو موظف عام. لو هو موظف عام في جهه حكوميه هو مش هيخصم من مرتبه. يعني هي الجهه نفسها مش هتقدر تخصم لك من المرتب حتى لو هو محكوم لك باكتر من كده. لو محكوم لك بالمرتب كله مش هيتخصم لك اكتر من 50%. هتقولي طب يحكم لك ازاي بكل المرتب كله؟ هقول لك ازاي. هقول لك في شخص مثلا يبقى مرتبه 3000 جنيه. تمام. تمام. بس هو عنده منزل تمليك ملكه بياخد اجر منه كل شهر 10000 جنيه. اصبح دخله ده لو هو مأجره. هو لو هو مأجر العقار بتاعه. لما عنده منزل العقار بتاعه والتحري جه واثبت ان هو بيدخل له كل شهر دخل 10000 جنيه من المنزل ده. تمام. فدي بتنضاف لدي صح كده؟ 3 و10 يبقى 13000. بيحكم على 13 نفسه. فعلى هذا الاساس القاضي حكم لها مثلا ب 5000 نفقه. فانت مرتبه كام؟ 13. 3000 مرتبه عند الموظف العام. عند الموظف العام. 3000 هيقدر يحكم لك بال 5000؟ اكيد لا. اكيد. طب ماشي. ما هو مش هيحكم لك بقى من المرتب غير 1000 ونص. بيروحوا للضرايب ولا بيروحوا فين؟ لا لا هقول لك بقى. هنقول لك احنا هننفذ ازاي. في عندنا كذا طريقه من طرق التنفيذ. تمام. اول طريقه احنا قلنا ان انت بتنفذي عن طريق جهه العمل. بتروحي بتقدمي الصيغه التنفيذيه وبيحكم لك بيخصم لك بس ما يخصملكش اكتر من 50%. ده شرطه. اكتر من 50% لو في اطفال او كده. 50% ليكي انت والاطفال. يعني ايا كان هو ما بيخصمش باكتر من 50% من مرتبه. تمام. احنا هنيجي نقول بس ان هو مش موظف عام. تمام. وفي نقطه انا عايزه بس ابينها برضو كل المشاهدين ان هو لو في انت بترفعي دعوه زوجيه ليك وبترفعي دعوه للصغار بلاش نعمل دعوه واحده. اغلب المحامين يعني بيستسهلوا ويعملوا دعوه زوجيه وصغار. لا بلاش. دي بتبقى لوحدها ودي لوحدها. قصدك يعني الافضل كده الافضل. هقول لك ليه افضل ان احنا نعمل دعوه زوجيه لوحدها ودعوه صغار لوحدها. سامعيني الكلام كويس؟ يعني لو لا قدر الله بس انا ما بحبش كده بصراحه يعني يبقى النفقه الزوجيه لوحدها بدعوه منفصله ونفقه الصغار بدعوه منفصله. ودي ليها ميزتين. اول ميزه طرق التنفيذ، بمعنى انت تقدري تنفذي عن بكل حكم لوحده. يعني احنا هنيجي للخطوه الثانيه طرق التنفيذ اللي هي لو هو مش موظف عام. كيف تقدر لو مش موظف عام هنروح هننفذ عن طريق بنك نوصر. بتقدمي برضو الصيغه التنفيذيه وبيبقى طالب منك بقيه الاوراق. مين يروحوا بقى يا استاذه؟ الموكله. لازم المدعيه بشخصها. المدعيه بشخصها هي اللي لان هي بتروح بتعمل توكيل بالتنفيذ للبنك نوصر.
بتقدم الصيغه التنفيذيه وبيبقى طالب منها بعض الاوراق بتقدمها له وبيحكم لها. كل شهر بتروح بتصرف 500 جنيه كل شهر، ما بيصرفلهاش باكتر من 500 جنيه حتى لو ما حكم لها ب 5000، هي ليها 500 جنيه. فقير غني هي هو بنك ناصر بيصرف 500 جنيه، هو لمجرد بس ان هو بيديكي حاجه ان انت تقدري تمشي بيها نفسك. لو في حاله ان هي هي خلاص اتطلقت من المحكمه بالفعل، لا هي مالهاش علاقه بالطلاق او ما اتطلقتش، هي النفقه الزوجيه بتسير حتى لو مش مطلقه. انت هي على ذمتك يعني انا ممكن اعيش مع زوجي واخد منه نفقه كويس؟ اه طبعا اه طبعا. هو ما بيصرفش عليكي، ما بيصرفش عليكي، بتروحي تطلبي نفقه زوجيه من حقك انت تصرفي. طب هو عايش معايا في نفس البيت وكويسين ومشاربين، ما بيصرفش عليكي، ما عايش معاكي وما بيصرفش عليكي، فمن حقك انت ترفعي دعوه نفقه زوجيه. طب وايه اللي هيعرف البنك او ايه اللي هيعرف الجهه اللي انا اروح لها ان هو ما بيصرفش عليا؟ ما انت هتقدمي، طالما انا وزوجي عايشين مع بعض، انت فاهماني؟ انت طالما قدمتي الدعوه هو بيديني مصروف البيت، ما هو طبيعي قوي. انت هترفعي الدعوه هو هيبطل يصرف كده كده. انت رفعت الدعوه فانت حتى لو بيصرف وانت رفعت الدعوه هيبطل يصرف، هيتيجي عن طريق رسمي. فانت كده كده حتى لو هو بيصرف وانت ادعيتي عليه ان هو بيصرفش عليا وروحتي، احنا مش جايين على الرجاله والله خالص، احنا معاكم، ادعيتي عليه ان هو بيصرفش عليا ورفعت عليه دعوه ان انت عاوزه نفقه زوجيه، فطبيعي ان هو اول ما هيجي له الحكم لكن مش اكتر من كده خالص بالود، وهيديكي رسمي، خدي على قد محضر الفلوس بتاعتك اهي. تمام هو كده كده جدا. طب هل سراق الزوجه؟ طب احنا هنكمل بس نقطه التنفيذ عشان احنا عندنا 5 طرق احنا ما خلصناهمش. انت قلتي اول اول حاجه عن طريق جهه العمل، تاني حاجه عن طريق بنك ناصر، تالت حاجه عن طريق التنفيذ المحضرين، عن طريق ان انت ممكن تحجزي على المنقولات بتاعته. تمام، منقولات اللي داخل العقار، اي كان عنده ممتلكات عنده اي حاجه عن طريق ان المحضرين تقدري تتنفذي بالحكم بتاعك. انت ليكي مثلا نفقه كذا، انت ممكن عن طريق ان تنفذي المحضرين بتروحي تعملي توكيل بالتنفيذ للمحضرين، هو بينفذ عليه ان هو بيحجز على المنقولات اللي عنده. تمام تمام، دي طريقه ثالثه. الطريقه الرابعه اللي هي متجمد النفقه، دعوه حبس بمتجمد النفقه. بتروحي انت جمعتي 10 شهور اتحكم لك ب 1000 جنيه كل شهر، وجمعتي 10 شهور ب 10000 جنيه، فبتروحي بترفعي دعوه متجمد نفقه، دعوه حبس بيتحكم عليه بشهر حبس لو ما دفعش الفلوس. بتروحي بتنفذي عليه، بتروحي بعد ما بيطلع لك الحكم بتروحي الاسم بتقدمي الصيغه التنفيذيه برده الحكم الحبس، وبيروح بينفذ عليه للدفع للحبس، بيتحكم عليه بشهر. شهر كامل لو في حاله ان هو ما دفعش للزوجه. صح كده؟ شهر حبس. شهر حبس. الزوجه او الاولاد، انت معاكي حكمين بقى، احنا دلوقتي هنتكلم ان هو معاكي حكمين، حكم نفقه زوجيه وحكم نفقه صغور. تمام. انت واحده تقول لي ايه الفايده؟ انا هقول لك بقى الفايده اللي احنا قلناها عليها من شويه. هما الاثنين دي لوحدها، الزوجه لوحدها والصغار لوحدها. ان انت من حقك دلوقتي انت معاكي حكمين. من حقك بحكم هتروحي تنفذي بيه عن طريق بنك ناصر. تمام، يبقى انت بتنفذي ان انت بتاخدي كل شهر 500 جنيه بتمشي حالك بيها، والحكم الثاني بتنفذي بيه عن طريق متجمد حبس اللي هو الشهر حبس، فانت جبتي له حبس، يعني انت بتحبسيه وبتاخدي منه برضه، يعني الاثنين. انت بتاخدي من بنك ناصر كل شهر 500 جنيه بحكم، والحكم الثاني بتنفذي عليه متجمد الحبس بتحبسيه، كل ما يخرج هتحبسيه شهر، كل ما يخرج هتحبسيه شهر. طب سؤال بقى انساني كده بعيد عن المحاماه يعني. انا لما بعد ما احبسه هيجيب الفلوس ازاي؟ ما هو كده مش هيشتغل. لا ما هو ما فيش حد بيرضى. بص اقول لك على حاجه، غالبا اي حد لما بيلاقي عند الموضوع الحبس ما بيرضاش ان هو اصلك دوت مش مجرم، لو مجرم هيقول لك ماشي انا هتحبس مش هتفرق معايا، انما غالبا الازواج ما بيعملوش كده، مجرد ان انت بس تقول له كلمه بيدفع الحبس بيدفع هيدفع على طول، هتدفع هتدفع بكده كده بيدفع على طول. فالقصد ان انت ما توصلهاش بقى للمرحله دي خالص، يعني خليكوا كويسين سلسين كده مع بعض، زي ما دخلنا بالمعروف لو بعد الشر في انفصال يبقى يا ريت نخرج بالمعروف، ويا ريت حته الاتفاق ما بين الازواج عشان خاطر الصغار، حتى لو ما فيش صغار ليه ما نتفقش؟ ليه ما نقعدش كده قاعده كويسه ونتفق؟ انت ليكي ايه وانا ليه ايه طالما احنا مش متفقين مع بعض وخلاص، او هي عايزه تنفصل او انت عايز تنفصل. نرجع تاني للاستاذه لان الموضوع ده شيق جدا جدا، وفي ناس كتير. تعرفي يا استاذه المرتبه الاولى في العالم كلها مصر في موضوع الطلاق، في موضوع الطلاق طبعا، ده احنا ما خدناش اي مرتبه تاني غير المرتبه دي بس. دي المرتبه الوحيده اللي احنا واخدينها. تمام، واولهم اول محافظه او تاني اول محافظتين على الجمهوريه كلهم اسماعيليه وبورسعيد. ما شاء الله ما شاء الله. مين اللي احنا عايزين نقول ربنا يهديكم يا ستات عليهم. تالت حاجه اسكندريه والقاهره، يليها بقى الشرقيه وجنوب سيناء
والناس دي كلها يعني. ف احنا لسه مبلغنا ان في 4 دقائق. كيف تنفذ النفقه؟ انت حضرتك جاوبتي عليها ب5 نقط. تمام. بس احنا اتكلمنا في الخمس نقط في لسه اخر نقطه. الخمس حاجه اللي هي جنحه الامتناع عن سداد النفقه. ده قانون جديد ده نازل. جنحه الامتناع عن سداد النفقه لو برضو زيها زي الحبس، بس دي جنحه بقى. تمام. انت بتروحي بتعملي انذار بسداد النفقه، ما نفذتي ما استجابش للانذار، بترفعي دعوى جنحه بعدم الامتناع عن سداد النفقه وبتحكم له ب3 شهور حبس. تمام، كويس قوي يا استاذه هند. حضرتك قلت لنا في ديسكاونت على برنامج احوال الناس 40% ان شاء الله. كاملين 40%. 40% يا جماعه. على جميع القضايا يا استاذه؟ على جميع قضايا الاسره. على جميع قضايا الاسره. تمام. طب كويس، 40% على قضايا الاسره بس من برنامج احوال الناس. للتواصل عبر الواتساب قدامنا الارقام مكتوبه، تواصل عن طريق الفيسبوك صافي ايهاب برنامج احوال الناس. استاذه هند النوبي شرفتينا ونورتينا برنامج احوال الناس، ولنا لقاء ان شاء الله كل خميس باذن الله مع استاذه هند النوبي. الحلقه الجايه ان شاء الله يا استاذه حابه نتكلم في ايه؟ عن التمكين، عشان في ناس كتير من الرجاله. تمكين مين بقى يا استاذه؟ تمكين الزوج. يعني هشوفوا احنا النهارده اتكلمنا عن المراه. الزوج. انا المره الجايه نتكلم عن تمكين الزوج. ان شاء الله الحلقه الجايه مفتريه على الرجاله ومفهماها من الشقه من حق الزوجه. يعني ما اتكلمناش خالص اهو. احنا معاكم معاكم. تمام. لا عليكم. ان شاء الله الحلقه الجايه نتكلم عن تمكين المنزل الزوجيه للزوج، لان في حاله ان هي لسه على ذمته، وفي ناس كتير بتقوم مغيره الكالون وتقول لك الشقه من حق الزوجه وهي لسه على ذمته. يبقى الحلقه الجايه ان شاء الله عشان المشاهدين برنامج احوال الناس يتابعونا ان شاء الله. تمكين الزوج ان شاء الله يوم الخميس القادم مع استاذه هند النوبي. للتواصل عبر البرنامج طبعا ارقامنا مكتوبه على الشاشه، واتساب 2 واتساب، وعن طريق الفيسبوك. ننهي الحلقه مع ان الحلقه شيقه جدا. شرفتينا ونورتينا يا استاذه هند والله. ومع السلامه في لقاء جديد ان شاء الله من برنامج احوال الناس.